النهاردة هنتكلم على الـ applications of pressure at point inside a liquid. هناخد four applications. The first one connected vessels and the second one U-shaped tube, mercury parameter and the manometer. طب يلا بينا نبتدي نشوف الـ shapes بتاع كل واحد. الCONNECTED VESSEL والU SHAPE TUBE إن شاء الله هنأخدهم النهاردة بالنسبة للCONNECTED VESSELS بتبقى عبارة عن uh, VESSELS بيكون لها uh, different geometrical shape and connected together وهنشوف هنا هنستخدم ال principle بتاع CONNECTED VESSEL دي في the three instruments التانيين ودي ال U SHAPE TUBE وده ال structure بتاع the mercury parameter وده المانوميتر طب يلا بينا نبتدي اول حاجه الكونكتد فيزلز الكونكتد فيزلز زي ما اتفقنا الاستراكشر بتاعها عباره عن كونتينر الكونتينر ده كونسيستس of ماني فيزلز بيكون لهم Different Geometrical Shapes. زي ما احنا شايفين كده في الفيجر اللي قدامنا ان الجيومتريكال Shape بتاع كل Section بيكون مختلف عن التاني وطبعا Connected Together من البيز. خلال البيز base of the visit أو الكونتين. container طيب إيه يا ترى ال idea of work بتاع the connected visit دي وناخد بالنا قوي من ال idea of work دي لأن دي هتستمر معانا شوية كذا حصة كده في الباروميتر والمانوميتر واليو شيب دي تيوب كلهم مبنيين على نفس القصة دي ايه القصة دي بقى؟ بنقول ان pressure at all points in the same horizontal plane in a homogeneous liquid is the same يعني ايه الكلام ده يعني انا عندي point ده يعني كلمة homogenous liquid homogenous liquid يعني عندي liquid واحد فقط لا غير يعني liquid اللي موجود في vessels دي كلها بيكون the same وبالتالي الdensity بتاعته هتكون the same فبنلاقي ان point A, B, C, D كلهم at the same horizontal level وبالتالي pressure at A equal B equal C equal D يبقى البريجر عند كل البوينتس اللي بيكونوا لهم نفس الهوريزونتال ليفل او بلين بيكون لهم نفس البريجر فلازم ناخد بالنا من كلمه هوموجينس دي يعني انا عندي هنا اليو شيب دي تيوب مثلا عندي هنا كونتيننج تو ديفرنت ليكويدز الليكويد اللي هنا واضح ان هو مختلف عن اللي هنا Although أن the points A and B بيكونوا at the same horizontal level لكن the pressure هنا doesn't equal the pressure at B. يبقى هنا ليه ما بيبقاش equalized لأن هنا ما هوش homogeneous liquid وإنما دي two different liquids. طيب هنعمل كده حاجة بسيطة نبين إزاي فعلاً إن كل الليكويدز بيبقى له نفس الليفل يعني ليه نفس البريجر at the same اللي لها أو lie on the same horizontal level. عندي هنا colored water وعندي أدي دي connected vessels وبدأت أعمل بورينج لل ووتر ونلاحظ إيه؟ بنلاحظ إن الليكويد بياخد إيه؟ بياخد the same horizontal level. يبقى ده بيأكد لنا أو يعني حاجة كده بتبين لنا ازاي فعلا ان البريجر هنلاقي بقى عند البوينت اللي موجوده في البيز دي بسنس ان الهايت او الدبس هيبقى ذا سيم لان احنا بناخد الفيرتيكال هايت والدنسيتي بتاعت الليكويد ذا سيم يبقى البريجر هيكون ايكوال لان احنا اخدنا الليسون اللي فات ان البريجر ات بوينت انسايد ذا ليكويد ايكوال اتش رو جي وال hd عبارة عن ال Depth of Liquid وقلنا بيكون ال Vertical Distance from the Point لمين للـ Surface of Liquid. طيب، نتنقل لل U-Shaped Tube، عندي ال U-Shaped Tube واضح شكلها طبعًا إنها عبارة عن Vessel كده بيبقى in a form of U-shape. The Idea of working هي عبارة عن إن الـ Pressure at all points in the same horizontal plane in homogeneous liquid is the same. يعني هو نفس الـ idea بتاعة الـ connected vessels. طيب يا ترى الـ uses of U-shaped tube A. هنلاقي إن إحنا بنستخدم الـ U-shaped tube دي في 3 applications أو 3 uses. The first one comparing the density of two liquids. يعني إحنا هنيجي نشوف إن أنا ممكن أستخدم الـ U-shaped tube فإن أنا بعين الـ density of liquid وأبتدي أعين density بليكويد تاني وأعمل comparison عشان أعرف مين فيهم الـ more denser وبالتالي يحصل له sink والـ less dense يحصل له float. يبقى بنعمل أول حاجة أو أو الـ first use للـ U-shaped tube comparing the density of two liquids. Determine the density of liquid by knowing the density of another liquid. يعني هنا مثلا باجي احط الووتر فالووتر ده انا عارفه الدنستي بتاعته 1000 كيلوغرام بير كيوبيك متر وبعدين بعمل بورينج للليكويد اللي انا عايزه اعرف الدنستي بتاعته وهنشوف كده من خلال الابلكيشنز اللي احنا هناخدها او الـ الـ experiments اللي إحنا هنعملها، إزاي فعلاً إن أنا by knowing the density of water هنا، لو أنا هحط water، أقدر أعرف مثلاً the density of oil أو density of mercury أو جازولين أو كيروسين and so on. And another use: determine the relative density of the liquid، وإحنا عارفين إن ال relative density of liquid عبارة عن. density of liquid over density of water بس طبعا هنا بيكون يكون في شرط عندنا ان ما يحصلش ميكسينج بتوين الووتر والليكويد اللي انا هحطه في اليو شيب تيوب يعني يكون اميزيبل ليكويد يعني ما يحصلش بينهم ميكسينج يعني ما ينفعش مثلا ووتر والكحول مثلا ليه لان الالكحول بيب Some مولكيولز اوف الكحول بيحصل لها occupying the space between the water وبالتالي هنا مش هيكون بقى الليكويد ميزيبول لا ده هيكون ايه ميزيبول يلا بينا نشوفوا الابليكيشن ده ادي عندي زي ما اتفقنا اليو شيب shaped تيوب ورحت حاطه فيها ايه حطيت فيها كوانتيتي اوف او اماونت اوف ووتر طبعا هتاخد ذا سيم هوريزونتال ليفل طيب، وبعدين هعمل pouring للليكويد إن in the one branch of U-shaped tube، طبعًا سنس إن أنا بعمل pouring للليكويد هنا، هيعمل إيه يا ترى على السيرفس ده؟ هيعمل عليه pressure، فهلاقي الووتر هيحصل لها إيه؟ lower in this branch هتنزل لتحت كده هنا، وأند rises up in the uh, uh, opposite أو in the second branch، هتبان من هنا أهو. آدي الليكويد اللي عندي ده اللي هو الـ red color ده أو الـ red liquid، لو أنا حطيت هنا liquid اللي هو البلو blue liquid، هبص ألاقي إيه اللي هيحصل؟ ألاقي إن الـ red هيبتدي يحصل له داون down in this branch and rises up in the other branch. طيب، يلا بينا نعمل الاكسبيرمنت أو نطبق الـ principle بتاع الـ U-shaped tube. اول ما اشوف كده المنظر ده ابتدي اعمل السيباريتنج سيرفيس بنعمل السيباريتنج سيرفيس اللي هو اللي قدامنا ده وهاخد ال 2 بوينتس بوينت 1 و 0.2 2 2 بوينتس دول at the same horizontal level وموجودين في الليكويد اللي هو البلو color ده يعني موجودين في هوموجينس ليكويد يبقى بالتالي البريشر ات بوينت 1 equal the pressure at point 2 طب تعالوا كده نشوفوا ال pressure at point 1 equal A since ان ده opened يبقى بالتالي ال atmospheric pressure act على ال point 1 يبقى ال BA plus the liquid H oil raw oil في الجي G كلام ده equal تعالوا نشوفوا كده ال pressure at the point 2 برضو BA ايه. since ان ده ماله opened يبقى بي اي بلس اتش ووتر رو ووتر في الجي من هنا البي اي كانسلز والجي كانسلز وهنطلع ان الرو اويل اتش اويل ايكوال رو ووتر اتش ووتر يبقى رو اويل اوفر رو ووتر ايكوال اتش ووتر اوفر اتش اويل اه ناخد بالنا بقى يبقى هنا بيبقى في عندي زي رولر كده بتبقى محطوطه هنا بقدر اعين الهايت بتاع الووتر والهايت بتاع الايل. يبقى بالتالي الاماونت دي او الريشيو دي هتبقى معلومه عندي طيب وانا عارفه الدنستي بتاعه الووتر يبقى ايه بس الانون هنا هيكون الـ density اويل يبقى بالطريقه دي او باستخدام اليو شيب قدرنا فعلاً إن إحنا نعمل determine the density of liquid اللي هو oil عندنا by knowing the density of another liquid اللي هو density of water طيب H water over H oil دي بتفكرنا بإيه؟ أو ال raw oil على الـ raw water بتفكرنا بإيه؟ بتفكرنا بالrelative density وده الاستخدام third use بتاع U-shaped tube ان انا اقدر من خلال اليو u دي tube ان انا اقدر اعمل ديترماين للrelative density of oil او of liquid طب يلا بينا نشوف some notes كده مهمه جدا جدا ولازم ناخد بالنا منها. الهايت height of liquid in the tube بيكون inversely proportional للـ density بمعنى ان انا لو انا عندي ادي هنا ده البوزيشن ده اللي هو الايكوليبريم بوزيشن ده ايه اللي بيحصل هنا اللي بيحصل هنا ان انا باجي الاقي الهايت بتاع ليكويد اكس لزان الهايت اوف ليكويد اي اوف ليكويد واي طب سينس ان الهايت بيكون انفرس مع الدنستي. يبقى انا على طول deduct ان ال density of liquid X بيكون greater than the density of liquid Y. يبقى أنا من خلال الفيجر وناخد بالنا من الجزئية ديت لأن إحنا هنستخدمها في problem بعد كده. إن من خلال الفيجر أشوف الليكويد اللي الهايت بتاعه كبير بيكون الدنسي بتاعته بتكون قليل. وطبعا ده من separating إيه؟ من separating سيرفس. اللي هي ال ال surface اللي بيحصل فيه ال equilibrium ده أو ال balance between the two liquids ويبال pressure, uh, pressure في ال ده يقال pressure في ال ده أو عند ال دي يقال the at uh, the other point another note and the of the tube أو the cross sectional area of the two branches doesn't affect on the height of the two liquids in the branches بس الكلام ده امتى؟ لو كان الليكويدز دي مالهم equilibrium، تعالوا نشوف كده بالرسم. أنا عندي هنا two different U-shaped uh, tube، دي هنسميها بعد كده إنها uniform يعني cross-sectional area doesn't change، أما دي بتكون non-uniform لأن بلاقي الاريا area of one branch بتكون greater than الاريا area of the other branch، فهنا بتبقى non-uniform cross-sectional area. وبالتالي لو انا جيت شفت في البوزيشن بتاع الايكوليبريم يعني لو جينا عملنا السيباريتنج سيرفيس هنا هلاقي الهايت بتاع الاويل ايكوال الهايت اوف الاويل ان ذا سكند ايه ان تيوب والهايت اوف ووتر طبعا برضو ده من السيباريتنج سيرفيس ايكوال الهايت اوف ووتر ان ذا سكند تيوب ان الاريا او الريديس بتاع البرانش بيكونوا ديفر وده في حاله اذا ما اتفقنا لازم يكونوا في حاله الإيكوليبن طيب طب احنا ما قلناش بقى طب فرض عندي انا تو ميزيبل ليكويدز زي مين زي الالكحول والووتر في الحاله دي ما ينفعش استخدم كده اليو شيب ان انا احط الووتر مثلا الاول وبعدين اعمل بورينج للالكحول اللي هيحصل هنا ان هما هيحصل لهم ميكس توجيدر فلازم في الحاله دي اجيب ثيرد ليكويد ويكون اميزيبل مع التو ليكويدز دول اللي هو الووتر والايه والالكحول عشان يعمل عمليه سيباريشن زي الحاله اللي احنا هنشوفها دي انا هنا جبت الميركوري ليه لان لا الالكحول ولا الووتر بيعملوا ميكس مع الميركوري فبالتالي هنا استعنت بثيرد ليكويد عشان يعمل سيباريشن بتوين مين الالكهول والإيه والووتر طيب السلايد بقى اللي احنا هنتكلم عليها دي دلوقتي مهمة جدا جدا to solve the problems of U-shaped tube احنا من ضمن الكلام وإحنا لسه بنقول من شوية ان U-shaped tube دي ممكن تكون uniform cross-sectional area or non-uniform cross-sectional area طيب اللي قدامنا دي uniform cross sectional area اول حاجه بعمل ايه بعمل pouring amount of water مثلا يعني خلينا يعني بنتكلم على الووتر على اساس ان احنا عارفين الدنسيتي بتاعته ادي دي الاماونت اوف ووتر فطبعا هياخد ذا سيم هوريزونتال ليفل في الـ two برانشز طيب هنيجي نعمل ايه بعد كده pouring another liquid وليكن الاي لما أعمل Pouring another Liquid اللي هو الـ Oil ده هيعمل إيه على surface of Water في الـ Branch one ده؟ هيحصل له Lower، هيبتدي الـWater أو الـ surface of Water هيحصل له إيه؟ هيحصل له Lower in this Branch and rises up in the other Branch since إن الـarea بتاعت الـTwo Branches دول equal، يبقى بالتالي amount أو الـ Height of water اللي حصل له lowering in the first branch هيبقى equal the height of water in the second branch اللي حصل له rises up يعني ادي ده separating ادي ده الاول الليفل الاصلي بتاعنا اللي بنسميه initial level اللي هو بيبقى before pouring اللي ال second liquid طيب ادي حصل ايه للووتر حصل لها Lower in this branch هنقول مثلا ال height بتاعها كان y، هيحصل ايه؟ هيحصل rises up من مين؟ من الليفل الأولاني اللي هو ال initial، برضه بنفس الهايت اللي هو y، ليه؟ عشان cross sectional area equal طب يلا هنعمل بقى separating surface بتاعي اللي هو النيو new separating surface بقى، اللي أنا بعمل فيه equalize أو اللي اتحقق فيه الإكوليبريم بين التو ليكويدز ده، هلاقي إن هنا الـ h rho g بتاعة الأويل هتبقى إيكوال h rho g of water، طب يا ترى الـ height of water هنا، since إن أنا بقيسه من الـ separating surface، فإحنا قلنا الـ height ده اللي هو حصل له up، y، طب ما هي الـ height ده إيكوال الـ height ده. يبقى إذن ال h water هلاقيها إيكوال إيه؟ إيكوال 2y، يبقى هنا ال h water إيكوال 2y، فلما أجي أعمل application بقى أو أعمل الإيكويجن بتاعتي هيبقى رو أويل h أويل إيكوال الاتش h water اللي هي هتبقى 2y، ده لو عطاني ال لو عطاني الـ decreasing أو اللورنج اللي حصل لمين؟ للووتر water when pouring ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لو كانت الـ U-shape دي uniform، طب تعالوا بقى نشوف لو كانت الـ U-shape دي, دي مالها non-uniform، هحط هنا Mercury الأول، فطبعًا هياخد ذا سيم horizontal level، لأن إحنا لسه قايلين مش مشكلة عندي الـ geometrical shape، وده اللي بيناه من أول سلايد خالص. فهياخد ذا سيم هوريزنتال ليفل كده طيب بعد كده هعمل بورينج الووتر فهيحصل ايه للمركوري في البرانش ده هيحصل له فول داون هقول ان هو هيحصل له فول داون بهايت واي هل يا ترى الهايت اللي رايزس او الهايت اللي رايزس في السكند برانش هيكون واي لا طبعا ليه لان ده بيكون الاريا بتاعته مالها اسمه لوردان الاريا هنا فطبيعي الهايت هنا هيكون اكبر من الهايت ده فعشان كده مش هنسميه بقى واي هسميه اكس طب انا عايزه دلوقتي اجيب الريليشن بقى بين مين ومين الواي والاكس طيب الريليشن بتوين الواي والاكس ايه هما مختلفين الاثنين في الهايت ولكن الفوليوم اوف mercury الفول داون ان ذيس برانش هلاقي ايكوال volume اوف mercury اللي rises اب ان the second برانش يعني هقول كده ان عندي الفوليوم الفوليوم 1 هنسمي ده الفوليوم 1 equal الفوليوم 2 الان هو فوليوم الفوليوم بتاع اللي حصل له ايه lowering هنا واللي حصل له rises هنا طب تعالوا هنا نشوف الفوليوم بتاع الجزء ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الاريا تايمز الهايت يعني هيبقى A2 تايمز الواي ده بالنسبة للفوليوم 2 طب what about volume 1 X تايمز ال A1 يبقى أنا عندي كده Y تايمز ال A2 الواي ده الـ اللي هو البارت اللي حصله decreasing أو lowering في حالة الـ A, الـ first branch أو هنا بالنسبة لنا هنا الـ A2 يعني أما الـ X دي عبارة عن الـ height of الـ Mercury اللي حصل له rises up فالاكس X في الـ A1 هنطلع من هنا الـ value of X هنلاقي إن الـ X equal Y A2 over A1 طيب لما اجي بقى أشوف الـ H بتاعة الميركري من السباريتينج سيرفس هلاقيها عبارة عن X بلس Y طب ما احنا جايبين الـ X اللي هي عبارة عن Y A2 over A1 بلس بلس الـ 1. طيب أقول لكم بقى كده على السريع كده رول نستخدمه في حالة الـ, الـ Non-Uniform Cross-Sectional Area of the U-shaped Tube بس هنا لازم يكون عاطيني ايه؟ يعطيني البارت اللي حصل له لور الهايب ده اللي هو الواي بصوا بقى على طول نقوم عاملين ايه عشان نجيب الاتش كلها بتاعه الميركوري دي من السيرفس ابر سيرفس لغايه السيباريتنج سيرفس الجديد اللي بحسب عليه البريجر هنقول اللي نزل قد ايه اللي حصل له قد ايه واي تمام يبقى هقول واي بلس اللي حصل له lowering تاني اللي هو الواي y height يعني Y تايمز الاريا area A2 over A1 A2 دي الاريا area اللي عملت فيها pouring بورينج المين pouring بورينج لل-liquid وال-A1 دي second area بتاعت الايه السكند second branch يعني بنعمل decreasing بلس decreasing تاني تايمز الاريا اللي احنا بنعمل فيها بورينج للـ Liquid الاريا of the second branch، يطلع لي على طول الاتش اوف ايه؟ الاتش اوف Mercury، ولكن هنا خلي بالنا لو جاء Multiple Choice فانا بختصر كل اللي انا بعمله ده. عشان يعني التايم بتاعي بيكون طبعا انتوا عارفين ان معظم الشكوى بتكون ان الوقت مش بيكفي للامتحان ده يبقى في حاجات كده بتساعدنا عشان نقدر إيه؟, ايه نكسب وقت بمعنى اخر اما لو جه سؤال زي ده اي ما ينفعش اكتب له الاكويجن النهائيه دي او عوض في الاكويجن النهائيه دي لان كل ستيب بيكون عليها مارك فلازم اكتب له بقى من البدايه ان الفوليوم اللي نزل قد الفوليوم اللي طلع وبالتالي اشيل الفوليوم واحط بداله الاريا تايمز الهايت ايكوال الاريا تايمز الهايت واجيب الاكس اللي هو الهايت اللي حصل له رايزنج اب وبالتالي يبقى الاتش اوف الليكويد ده هيبقى عباره عن البارت اللي حصل له رايزنج اب اللي هو الاكس بلس الايه الواي طيب لو في حالة إن أنا عملت بورينج لسيفرال ليكويدز زي هنا مثلا هنا ده ليكويد واي ورجعت هنا حطيت ليكويد اكس وبعدين رحت حاطه هنا كمان ليكويد ايه؟ ليكويد واي تعالوا كده نشوف هنعمل ايه فيها دي هاجي اول حاجه اعمل السيباريتنج سيرفس ما نحلش مساله اليو شيب دي تيوب الا لما نعمل دروينج للسيباريتنج سيرفس بتوين الليكويدز اللي موجوده في التو برانشز دي طيب يبقى معنى كده ان البريجر ات بوينت 2 ايكوال البريجر ات بوينت 3 طب تعالوا نشوفوا البوينت 2 دي البريجر عندها بيساوي ايه بي اي بلس اتش رو جي لليكويد واي طيب وبالنسبه للسكند برانش بقى يلا هنبتدي من هنا او نبتدي من فوق من اللي بيعمل بريجر على البوينت 3 دي بي اي بلس H1 رو Y لأن الليكود ده هو نفس الليكود ده لو كان ليكود مختلف يبقى H1 في الرو بتاعت الليكود ده بلس لأن ده برضو ما زال يبقى عندي هنا ثلاث حاجات بيعملوا بريجر على الـ 0.3 BA والليكود Y والليكود X يبقى BA بلس H1 رو Y جي بلس H2 رو ايه رو اه اكس في الجي طبعا البي إيه هيحصل لها كانسلد والجي هيحصل لها كانسلد ويبقى عندي كده ان الرو واي اتش واي ايكوال الرو واي اتش 1 بلس رو اكس اتش 2 يلا بينا نحل بروبلمز ال على اليو شيبد تيوب بيقول لي عندي يو شيبد تيوب أول ما يديني دروينج أبتدي أبص في الدروينج ده ونستنتج منه شوية حاجات هو هنا عطيني separating surface الجديد اللي فاصلة هو بين الأويل وبين الووتر فبالتالي البريجر آت البوينت A إيه هتبقى إيكوال البريجر آت البوينت B وعطيني كمان الهايت أوف أويل طب ده جميل جدا يعني أنا مش عايزة غير إن أنا أجيب إيه أجيب الهايت بتاع الووتر ده اللي هو الـ H ده طيب إحنا ملاحظين إيه كمان؟ ملاحظين إن الـ U-shaped tube دي الـ cross-sectional area بتاعها non-uniform وهو قايل لي الكلام ده في السؤال نفسه بيقول لي U-shaped tube it's narrow side of cross-sectional area 1 cm squared and it's wide side 2 cm squared طيب هل هنا هيفرق معايا الكروس سيكشنال اريا لا مش هتفرق معاي. ليه انا كل اللي يهمني السيباريتنج سيرفيس والله عطاني الهايت بتاع الليكود اللي اباف السيباريتنج سيرفيس شكرا ما تلزمنيش الاريا في حاجه ليه لان انا هعمل ابلاي لان رو اويل Uh, H oil equal raw water H water من the separating surface أو من حالة الايكوليبريم دي. فعندي هنا ال row بالنسبة للاويل هتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن 800 والهايت height of oil 5 equal ال height of water اللي هو طالبه مننا. تايمز is اوف ووتر of water اللي هي 1000 هنا هيطلع لي ال height of water equal 4 يعني الانسر نمبر number eight. يبقى ناخد بالنا من الحتة دي مش أول ما نلاقي إن أنا عندي cross sectional area مختلف أجري أقول لا أجيب بقى الحتة اللي نزلت وأطبق volume 1 equal volume 2 لا ده مش في الحالة دي أمال إمتى؟ في حالة لو عطاني لورد بارت ما عطانيش الهايت بتاع الليكود فانا ببقى عايزة احسب الهيط بتاع الليكود ده قد ايه يلا بينا the opposite figure shows a U-shaped tube is filled with two liquids A and B with different quantities وعطيني height اللي هو ال-HC AHA over 2 and HB equal HA over 4 المطلوب مننا calculate the ratio between the density of A and the density of B. طبعا كلكم فاكرين الكلمة اللي أنا قلتها في أول حلقة خالص معايا بعض إن الدنسيتي density دي عشان هي داخلة هتفضل داخلة معانا كده لغاية ما نخلص الشابتر ده فعشان كده كانت لازم ناخدها first lesson يعني. طب يلا بينا اول ما يديني يو دورة مرسومه ابتدي ادور على ايه ابتدي ادور على السيباريتينج سيرفس هو عاملهولي لي هنا السيباريتينج سيرفس خلاص يبقى البريجر هنا ايكوال البريجر هنا طب هنا البريجر ايكوال ايه اتش اي رو اي يبقى عندي اتش اي رو اي طب هنا ده هنا عندي تو ليكويدز يبقى اتش سي رو اي طب ليه قلت رو ايه لان الليكويد ده هو نفس الليكويد ده ده باين طبعا من الكالرز بتاعه بلس رو بي اتش بي طيب هو عطيني الاتش سي ايكوال قد ايه والاتش بي ايكوال قد ايه يبقى اجي اقول له رو اي اتش اي ايكوال رو بي هنشيل الاتش بي ونحط بدالها ايه اتش اي اوفر 4 والاتش سي هتبقى اتش اي اوفر 2 طبعاً ال H A هيدينا أن الـ Rho A equal quarter Rho B plus half Rho A هنودي دي الناحية التانية بالماينس تبقى عندي half Rho A equal quarter Rho B therefore أن الـ Rho A over Rho B equal half يبقى الأنسر نمبر B هنا دي ده الكروس سكشنال اريا مختلف وهو عامل لي سيبريتنج سيرفيس اه ده عطيني الهايت بتاع الليكويدز اباف السيبريتنج سيرفيس خلاص يبقى الاريا بتاعه الكروس سكشنال اريا اوف ذا برانشز ما تهمنيش في حاجه يبقى عندي دلوقتي هاجي السيبريتنج سيرفيس هنا هقوم قايله له ايه بقى هقول له عندي رو اويل اتش اويل بلس رو ووتر اتش ووتر ده البريجر ال على البرانش ده ايكوال البريشر ات البوينت دي اللي عامله ايكوليبريم مع البوينت الثانيه هتبقى عباره عن ايه ده ميركوري يبقى رو ميركوري اتش ميركوري هو عطيني الهايت بتاع كل واحد وعطيني density اوف mercury وطالب مني والووتر وعطيني وعايز مننا density اوف oil يبقى عندي ال5 رو oil بلس الرو ووتر اللي هي 15 تايمز 10 to the power 3 اللي هي 1000 ايكوال الرو of mercury 13600 وطبعا المرقي ده طبعا من الليكويدز اللي الدنس بتاعتها عاليه جدا وده هيبان لنا بقى فايدته في حاله الباروميتر تايمز الهايت اللي هي 1.4 يبقى هنا هتطلع الدنسيتي بتاعتنا 808 كيلوغرام بير كيوبيك متر انسر نمبر 8 طيب تعالوا بقى نصعب الدنيا شويه كده بس ما فيش حاجه علينا صعبه خلي بالنا كده واحده واحده اعطيني رسمه تمام طيب إيه؟ وقال لي طبعا باين ان انها نون يونيفورم ليه لان الاريا بتاعه الفيرست برانش 1 سنتيمتر سكوير وايل الاريا اوف ذا سكند برانش 2 سنتيمتر سكوير واعطيني ايه الجديد بقى ده اعطيني اللانس بتاع الـ البرانش كله طب هستفيد منه ايه ده تعالوا كده نشوف بقى هو قايل لنا ايه في البروبلم يعني هو ده اللي انا خدت بالي منه زي ما اتفقنا اول ما الاقي اي فيجر اي جراف ابص على الفيجر والجراف ده عشان احاول اطلع منه داتا فالداتا اللي احنا طلعناها هنا ان ده non uniform cross sectional area وفي نفس الوقت اعطيني length of ال Branch بتاع ال U-Shape بيقول لي The figure represents a U-shaped tube filled with water until it reaches 2 over 3 of the tube height، آه يبقى معنى كده إن الـ water اللي أنا حاطاه ده 2 over 3 timer 30 فيبقى معنى كده إن الـ part ده 20 والـ part ده 10 اللي هو الفاضي ده اللي هو مفهوش إيه؟ مفهوش الـ water. يبقى البارت ده 10 والبارت ده 20 if a liquid of density 800 kilogram per cubic meter is poured in the narrow branch احنا هناخد الكلام ده كله في سلايد جديده بس احنا بنقرا البروبلم بتاعتنا واحده واحده كده عشان نشوف الداتا بتقول لنا ايه او او هو الجيفن اللي عندي ايه يبقى كل الجيفن اللي عندي قدرت ان انا اجيب الهايت كده بتاع الليكويد اللي هو الووتر ان هو هيطلع 20 سنتيمتر الحاجه الثانيه انه الدنسيتي بتاع الاويل اللي هيعملها pouring في النار فرنش كانت ب 800 ايه المطلوب مننا عايز الليكويد هايت ابوف ذا سيبريتنج سيرفيس الليكويد هايت اللي هو الاتش بتاعه الليكويد ده طب تعالوا كده ناخدها بقى في سلايد جديده احنا زي ما اتفقنا دي هتبقى اللينس بتاعها 20 واللينس بتاع دي اللي هو الجزء الفاضي هيبقى 10 طيب اول ما اعمل بورينج لليكود هنا ايه اللي هيحصل هيملى الاول مين هيملى ال10 وبعدين يبتدي يعمل ايه يعمل بريشر على الووتر فهيحصل لها لورينج مثلا بهايت اكس طيب نرجع نشوف بقى هل عندي من السيباريتنج سيرفس اهو هل الاكس اللي نزل ده في البرانش اللي هو الاريا بتاعته 1 سنتيمتر سكوير هيبقى ايكوال الووتر اللي حصل له رايز اب في البرانش اللي الاريا بتاعته 2 سنتيمتر سكوير لا طبعا اكيد هنا الهايت هيكون اقل الهايت هنا هيكون ايه في ناس بتجيبها كده باي ريشيو يعني ولكن يفضل ان احنا نعملها بحتة الفوليوم لان هنا واضح طبعا ان الاريا هنا مالها دبل الاريا هنا فبالتالي لازم الهايت هنا يكون هاف الهايت هنا فهيبقى عندي هنا ال y equal 0.5x طب ساعات يديني ارقام غريبة مش 1 to 2 او يعني ارقام كده غريبة فنبتدي نقول ايه volume 1 equal a equal volume 2 يبقى عندي x تايمز 1 ايكوال الواي تايمز 2 فمن هنا تطلع لنا ان الواي ايكوال 0.5 اكس طيب يبقى هو عندنا بقى الاتش بتاعه الليكويد من السبريتنج سيرفيس هتكون عباره عن ايه عباره عن 10 بلس الاكس طب والووتر اللي انا حطاه هنا هيبقى عباره عن ايه عباره عن اكس بلس 0.5 اكس يبقى عندي كده تاني الـ H بتاعت الـ 10 تن أهي،+ الـ x، و الـ H بتاعت الـ water هتبقى x+ plus y، يعني هتبقى 1.5x، يلا بقى عند الـ separating surface ده، أو عند حالة الـ equilibrium دي، نقول إن الـ pressure هنا Equal الـ pressure هنا، يبقى عندي الـ rho. liquid h liquid إيكوال raw water h water، هنشيل ال h liquid ونكتب بدلها 10 plus x، تايمز الدنسيتي density of liquid اللي هو قال لي إن هو 800، إيكوال ال h of water 1.5 تايمز مين؟ تايمز الاكس اللي هي ال 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 1.5x، تايمز ال 10 باور كام؟ 10 باور 3. من هنا هنطلع ال value of x طلعت لنا قد ايه 11.43 ما نستعجلش بقى الله يرضى عليكم ونقوم قايلين 11.43 لاني اكيد هلاقيها موجوده في ال alternative choices او ال choices اللي موجوده عندي هو طالب ايه هو هل طالب ال x هل طالب البارت اللي حصل له lowering لا ده طالب ال height of liquid طب من الاول خالص احنا قايلين ان ال height of liquid عباره عن ايه عبارة عن 10 بلس X يبقى هنا الـ H liquid هيبقى عبارة عن 10 بلس 11.43 فيدينا 21.43 سنتيمتر يبقى كده الانسر نمبر B طيب يلا بينا نشوف another question The opposite figure show a U-shaped tube containing three liquids. X, Y, and Z in equilibrium state آه يعني قال لي in equilibrium يعني pressure at the point هنا at separating surface يعني equal pressure هنا طيب عايز ايه؟ عايز the relation between the density بتاعة the three liquids دول طيب مناش دعوا باللي هو عايزه. يلا بينا نشوفوا إحنا نعمل ايه U shaped tube وعندي separating surface بتاعي اللي حصل عنده الإكوليبريوم يلا بينا نطبق الايكويشن بتاعتنا هنقول ان البريشر هنا اللي هو هيبقى عباره عن 3h تايمز الرو X في الجي ايكوال يلا ناخده من هنا بقى 3h تايمز الرو Z في الجي بلس h تايمز رو Y في مين في الجي طيب تمام الجي كانسلت والإتش كانسلت مع بعضها فحيتفضل لي إن الرو إكس إيكول ثيرد رو واي بلاس رو زد يبقى معنى كده إن أكيد الرو إكس أكبر من الرو واي والرو زد لأنها بيبقى إيكول الرو زد بلاسك الثيرد رو واي هو على فكره هو كان طالب الـ religion دي فعليها هتبقى نمبر ايه نمبر دي وهنا عشان عطيني هو يعني نمبرز للهايت فعشان كده لازم اطلعها كده بالمنظر which of the following describe the pressure at points A and point A B يلا بينا نشوف كده مع بعض عندي دلوقتي اليو شيب shaped tube اللي قدامي دي، لو أنا جيت شفت الـ ال point A والـ B دول هل موجودين إن هوموجينس liquid؟ لأ، دول مختلفين وهو قال لي نفسه فوق إن دولت two liquids، يعني تو دولت two different liquids، تمام؟ يبقى سنس إن الاتنين دول at the same horizontal level وعشان ده مش هوموجينس liquid، يبقى أكيد البريجر هنا مختلف عن البريجر هنا. طب نحلها إزاي دي؟ إحنا ما عندناش أي داتا إلا الرسمة اللي قدامنا دي. طيب من الفيجر اللي قدامنا ده نقدر نستنتج أنه واحد أو أنه ليكويد يكون عنده higher density؟ آه. إحنا اتفقنا إن الهايت بيكون inverse with the density. فلو انا عملت السيباريتنج سيرفيس اهو هنا هلاقي ان الهايت بتاع الليكويد اللي موجود في الاي ده اكبر من الهايت بتاع بي يبقى therefore the density of the liquid B greater than the density of liquid A يبقى عندي دلوقتي since the density inverse with the height therefore rho B تكون greater than rho A طب تمام هستفيد ايه بقى من كده؟ حاجة اعمل السيباريتنج سيرفس بتاعي هنجيبها لكم الرسمه بتاعتها الاول هعمل السيباريتنج سيرفس بتاعي يبقى مفروض ان البريجر هنا قد البريجر هنا هفترض كده سبوز يعني بارقام عشان بس نقرب الفكره ان ده ايه؟ ان ده 100 يبقى البريجر هنا قد البريجر هنا ايكوال 100 طب تمام بعمل ايه انا وانا طالعه خلي بالكو وانا طالعه البريشر بيحصل له لان الدبس الدبس اللي انا بحسبه من السيرفس بتاع الليكو لغايه البوينت فوانا طالعه كده الدبس ده هيقل يبقى هيحصل decreasing للبريجر هنا وبرده decreasing للبريجر هنا الديكريزينج ان بريشر هو البريشر بيساوي ايه مش اتش رو يبقى الدلتا بي اللي هي decreasing اللي هيحصل للبرجر بيكون direct مع مين؟ مع الدنسيتي يعني هنا decreasing in pressure هيكون أكبر من هنا لأن الدنسيتي of B greater than density of A فلو كنا بدين ببرجر 100 هيحصل decreasing هنا نقول مثلا say 80 فهيبقى هنا البرجر 20 طب هنا هل هيحصل decreasing دي؟ لا ده هيحصل decreasing بvalue أقل هنفترض إنها 50 فيبقى الـ pressure at point A هيكون 50 آه من هنا اتضح إن الـ pressure at point A هيكون ماله greater than the pressure at point A at point B هنقولها تاني عشان دي مهمة النقطة الأولانية إن ده مش homogeneous liquid وبالتالي ما اقدرش اعمل ابلاي principle اللي احنا خدناه في اول السيشن ان انا عندي points اللي بتكون at the same horizontal level بيكون لها نفس البريجر ليه لان ده مش هوموجينس liquid طب تمام فباجي اعمل ايه باجي اعمل السيباريتنج surface لقيت الهايت بتاع الليكويد A from السيباريتنج سيرفيس جريتر ذان الهايت of liquid B Therefore, the density of liquid B greater than the density of liquid A. طيب تمام. إحنا عندنا عند the separating surface the pressure equal. يبقى عندي هنا 100 وهنا 100. اللي بيحصل when rising up. اه uh, when rising up, بلاي depth بيحصل له decreasing. فالpressure هيحصل له decreasing. طب ما هو الهايت اللي انا طلعته هنا هو نفس الهايت اللي طلعته هنا لكن هل الدنستي واحده لا الدنستي of B greater than the density of A عشان كده decreasing in pressure هنا هيكون اكبر من decreasing in pressure في البرانش اي ده وبالتالي هيقل هنا اكتر فهيبقى مثلا افترضنا ان لو قل مثلا هيبقى 80 فهيتفضلي هنا 20 وهنا هيقل بس حيقل value اقل لان الدانيس اقل فهيبقى مثلا الـ value 50 فهيتفضل لي هنا الـ pressure at point A 50 يبقى الـ pressure at point A is greater than the pressure at point B ويبقى كده الانسر نمبر A نشوف واحدة تانية uh, a U shaped tube contains mercury as in the figure طيب تمام when 100 جرام of water اه خلي بالنا بقى, بقى ده انا سبت 100 جرام of water is poured into the narrow branch حطينا هنا ماس قد ايه الماس دي 100 جرام طب وانا الماس اجيب منها ايه طب ما انا عندي الماس وعندي الاريا وعندي الـ density تمام بتاعة الليكود اللي انا حطاه يبقى اقدر اجيب الهايت بتاع مين بتاع الليكويد اللي آه اللي موجود او اللي انا عملت له ايه بورينج يعني اللي هو الدنسيتي اوف ووتر سوري انا عملت بورينج water فوق مين فوق الميركل طب تيجوا ناخدها كده وبس نعرف الداتا اللي عندي الداتا اللي عندي الماس of ووتر اللي عملت له بورد انتو النارو برانش وعندي الدنسيتي اوف Mercury واللي طالبه ال height of mercury في ال wide branch طب يلا بينا نعملها كده هنا الميركي موجود هياخد the same horizontal level أول ما أعمل pouring لل water هيحصل إيه؟ أبص ألاقي إن هو هيحصل إيه لل water هنا فول down وهنا هيحصل لها rises up ولكن ال height هنا هيكون differ عن ال height هنا ولكن ال volume equal طيب نستفيد من الماس الأول اللي عطيها لي الماس of water قال لي إيه؟ قال لي إن الماس equal وإحنا عارفين إن الماس إيكوال رو في الفوليوم يعني رو في الاريا times الإتش H water الماس عندي 100 الرو خلي بالكوا بقى هنا الرو هخليها ب1 ليه؟ لأن هنا الجرام الماس بالجرام فبدل ما أعمل conversion للدنسيتي ب 1000 كيلو جرام عملت انا هنا كده بقى كونفرجن للدنستي من 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر لجرام بير كيوبيك سنتيمتر فاعطتني 1 والأري عندي ب 1 سنتيمتر سكوير يبقى عملت كل ده ليه عشان الاتش الهايت بتاع الووتر يطلع لي بالسنتيمتر عشان ما اقعدش اعمل كونفرجن كذا مره يبقى طلع عندنا الاتش اوف ووتر 100 سنتيمتر طيب تمام حاجه اقول له بقى H water raw water مفروض تبقى equal ايه؟ H mercury raw mercury طب عندي ال H water ب1 والدنسيتي بقى هنا ب1000 equal H mercury اللي كان مطلوب مننا times 13600 كيلو جرام بير كيوبيك متر يبقى سينس ان انا عوضت هنا عن الدنسيتي بتاعت الووتر بالكيلو جرام بير كيوبيك متر يبقى لازم اكتب density of mean of mercury برضو بالكيلو جرام بير كيوبك متر والهايت اللي انا بتاع الووتر كان 1000 سنتيمتر uh, هيبقى هنا 1 متر ويطلع لي على طول الاتش بتاعت مين بتاعت المركري uh, 0.073 متر اظن عرفتوا ليه انا حولت هنا ليه ما سبتهاش ب 100 سنتيمتر؟ لان في الـ Choices كان الـ Height of Mercury بالمتر فلازم بقى ابتدي اعمل كل دي عمليه إيه اختصار الوقت بس مش اكتر، يبقى الاتش ووتر سينس ان هو عايز الاتش mercury بالمتر خلاص يبقى اشيل الاتش بتاعت الووتر بالسنتيمتر اعمل لها Converted لميتر فيبقى 1. نشوف كده another question from the opposite figure calculate the vertical distance h knowing that the density of mercury 13.6 g per cubic centimeter with density of water 1000 اه يبقى لازم دي اول حاجه اخد بالي منها يا يعني اما دي اعملها converted لكيلو جرام per cubic meter يا يعني اما دي اعملها converted ل جرام بير كيوبيك سنتيمتر يعني ممكن نعمله ديت وخلاص عشان نخلص نفسنا طيب انا عندي دي يو شيب دي تيوب والكروس سكشنال اريا بتاعها ماله يونيفورم اول حاجه ببتدي اعمل السيباريتنج سيرفيس هو عاطيني الهايت ده كله بكام ب 15 يبقى اذا الهايت من هنا لهنا هيبقى كام كله على بعضه 15 طب دي اتش يبقى دي ايه 15 ماينص اتش يلا بينا نعمل في حالة الإيكواليز أو الإيكوليبريم ستيت هنقول إن رو ووتر إتش ووتر إيكوال رو الليكويد اللي موجود هنا اللي هو الميركري رو ميركري يبقى عندنا الإتش ووتر 15 سنتيمتر والرو ب 1000 خدتوا بالكم انا عملت ايه بقى في الرو هنا بتاعه المركوري عملت لها كونفرت ما ينفعش تبقى دي بالكيلو جرام بير كيوبيك متر ودي بالجرام بير كيوبيك سنتيمتر تطلع طبعا المساله غلط يبقى شلنا الاتش بتاعه المركوري وحطينا بدلها 15 ماينس اتش طلعنا من هنا الفاليو of اتش تطلع 13.9 سنتيمتر أيو U-shaped tube containing water An amount of oil is poured into one of the branches until the difference in the two branches become 2 cm طب خلي بالنا بقى كده شويه اولا دي الكروس sectional area بتاعها يونيفورم هو قال لي ايه؟ قال لي لما حطيت الاويل ال ال ده في التيوب او في البرانش ده لقينا أن the difference between the liquid in two branches 2 cm يعني إيه؟ يعني ادي ده هو the difference became 2 cm calculate the height of the column of water and oil knowing that the density of water with density of oil معتودة أول حاجة ببتدي أعمل separating surface هو عايز بقى الهايت ده كله بتاع مين بتاع الاويل وعايز الهايت بتاع الووتر من السبريتنج سيرفس طيب هنيجي نقول له ايه هنفترض ان الحته دي اتش الهايت ده اتش يبقى الهايت التاني ده هيبقى عباره عن ايه اتش بلس 2 يبقى الهايت ده سوري هيبقى عباره عن اتش بلس 2 اللي هو الهايت اوف اويل اما الجزء ده الهايت بتاعه هيبقى ايكوال الاتش اللي هو الهايت اوف ووتر يلا هناخد النقطتين دول اللي حصل عندهم بالانس يبقى رو ووتر اتش ووتر ايكوال رو اويل اتش اويل هنجيب الرو ووتر اللي هي 1000 تايمز الاتش ايكوال اتش بلس 2 اللي هو الهايت اوف اويل تايمز density اوف اويل ومن هنا هنطلع الاتش الاتش ايكوال كام؟ 8 سنتيمتر ما اجريش واستعجل هل الاتش دي هي الهايت اوف اويل والهايت of water لا هي of water فقط لا غير أما ال of oil عبارة عن اتش plus 2 يعني H plus 2 equal 10 سنتيمتر. In the opposite figure, you shape the tube filled with water and the liquid B. Given that in the density of water 1000, عايز the density of liquid B. دي سهلة بقى. هنعمل separating وأقول له رو بي اتش بي Equal raw water h water one you call hagamagoda hy for dolibus l density of liquid b high eight hundred thirty three kilogram per cubic a per cubic uh, meter mercury is poured into a u shaped tube the cross sectional area of the left column ten. سنتيمتر uh, سكويرد، while the cross sectional area of right column 5 سنتيمتر سكويرد. بعد كده عمل لي ايه؟ عملنا بورينج 100 جرام of water في الرايت كولم، واعطيني الدنسيتي density of water اوف density of mercury طالب مني الديسبليسد displaced height اللي هو الاتش ده بتاع الميركوري في الليفت كول طب يلا بينا واحدة واحدة بقى كده احنا حلينا واحدة شبهها بس ما كانش ايه؟ ما كانش الكروس سيكشنال اريا مختلف كده يعني حلينا واحدة شبهها الكروس سيكشنال اريا كان يونيفورم تعالوا كده ناخدها كده احنا عندنا ان الاريا هنا ب10 والاريا هنا بكام ب5 وهو عايز الاتش دي طيب هنقول ايه هنقول ادي ده السيباريتنج سيرفيس وادي الليكويد اللي هو الميركوري هيحصل له لور في البرانش اللي هو الرايت برانش right ده بفاليو واي هيطلع هنا بـ value اتش ولكن الجزء ده قد الجزء ده يبقى عندي هنا الاتش بتاعة المركري كلها الـ height من الـ separating surface، هيبقى اتش بلاس ايه بلاس الواي طيب يلا ناخدها كده واعطيني كمان الماس بتاعة مين بتاعة الووتر يلا الماس ايكوال ايه؟ رو في الاريا في الهايت اوف ووتر يبقى الماس 100 جرام الدنستي بالجرام بير كيوبيك سنتيمتر اللي هو 1 الاريا عندي قال لي ب 5 سنتيمتر سكوير يبقى من هنا بنطلع الهايت اوف ووتر طلع 20 ده الهايت اوف ووتر ده ايه من السيبريتنج سيرفيس يا جماعه يعني كل ده 20 طب يلا بينا كده الفوليوم ده اللي نزل قد الفوليوم اللي طالع يبقى عندي الفوليوم اللي نزل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن هنا اللي, خ... اللي طالع فوق ده اللي هو في A1 H تايمز الـ A1 اللي هي بـ 10 إيكوال Y تايمز الـ A2 اللي هي بـ 5 فمن هنا جبنا ريليشن بتوين الـ Y والـ H إن الـ Y إيكوال 2H نعمل بقى بلاي للرول بتاعنا اللي هو رو mercury H mercury ايكوال رو ووتر رو ووتر عندي دلوقتي الـ H mercury هيبقى عبارة عن ايه؟ H بلس الـ Y times الـ Rho of Mercury 13.6 equal الـ height of water اللي أنا جبته من الـ value بتاعة الـ mass 20 times الـ density of water 1 g per cubic centimeter من هنا هنبتدي ناخد الـ value بتاعة الـ Y اللي هي عبارة عن 2H يبقى ما عنديش هنا الا 1 unknown ان عندي بقى كده 3h times 13.6 equal 20 يطلع من هنا ان ال h equal 0.49 سنتيمتر كده يبقى حلينا اكتر من اكزامبل على ال u shaped tube ان شاء الله نشوفكم السيشن القادم مع الباروميتر والاتموسفيريك بريشر نشوفكم على خير باذن الله